السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة أسرع الوصفات. فيديو اليوم قصير جدا. أريد أول شيء أن أشكركم على دعمكم لي وتفاعلكم معي في القناة، وإن شاء الله يعني أغلبية الأشخاص الذين جربوا وصفاتي يعني أغلبيتها أو أكثرهم قالوا أن النتائج إيجابية. اليوم يعني سأتكلم عن وصفة مجربة إن شاء الله، يعني سأقوم من فترة لفترة بنشر فيديوهات قصيرة بهذا الشكل أتكلم فيها عن تجربة الأخوات في بعض الوصفات. وصفة اليوم هي وصفة وضعتها تقريبا منذ أسبوع لإطالة الشعر، يعني وصفة من أنجح وأسهل الوصفات جربتها العديد من الأخوات ورسلوني وقالوا أن النتائج كانت يعني إيجابية جدا. سأترك لكم رابط هذه الوصفة في أول تعليق في هذا الفيديو، اذهبوا إلى أول تعليق ستجدون رابط هذه الوصفة. الوصفة بسيطة جدا، فيها مكونين فقط، تعمل على إطالة الشعر، تكثيف الشعر، وأيضا علاج الشعر الباهت والمتقصف، أيضا تعمل على تنعيم الشعر. يعني هذه الوصفة من تجربة الأخوات يعني أعطت نتائج رائعة جدا. سأترك لكم الرابط في أول تعليق. شكرا لكم على المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.